سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام. نفتح اليوم من جديد الملف السوري لنقف على أبرز التطورات الأمنية والسياسية في هذا البلد الذي ما زال شعبه يعاني الأمرين على مستوى جميع الأصعدة والمجالات. فأمنيا ما زال طيران الميغا الحربي يقوم بالغارات تلو الغارات على أحياء المدنيين حيي العسالي وجوبر في دمشق مع استمرار الاشتباكات في المناطق الجنوبية للعاصمة، كما أن مصادر مهمة أشارت إلى معارك عنيفة تدور على أطراف مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين. وما قيل عن مخيم اليرموك مشاهدينا الكرام يقال أيضا عن حي القدم الذي يشهد قصفا مدفعيا عنيفا من الدبابات. في السياق ذاته ذكرت شبكة شام أن الجيش الحر شن هجوما واسعا منذ صباح الباكر على الحواجز التابعة لقوات النظام في الحي نفسه، مع سيطرة الثوار أيضا على محطة القدم الشهيرة للقطارات والتي كان نظام دمشق قد حولها إلى مقر لجنوده وميليشياته الشبيحة. دوليا مشاهدينا قال رئيس الوزراء الروسي إن فرص احتفاظ الرئيس السوري بالسلطة تتضاءل يوميا، وذلك في مقابلة أجرتها مع قناة CNN الأمريكية. نسعد مشاهدينا الكرام كعادتنا باستضافة أساتذة ومحللين وسياسيين وخبراء لتحليل ما آل إليه الوضع في سوريا. ربيع شعار الكاتب والإعلامي من بروكسل، الدكتور محمد الشيخلي رئيس المركز الوطني للعدالة، مراد تشيكو النقابي والناشط الحقوقي من الجزائر، ثم في الأستوديو الأستاذ زهير سالم الناطق باسم الإخوان المسلمين في سوريا. مشاهدينا الكرام، بلغت المعاناة في سوريا مبلغا كبيرا ولم تستثني أحدا، حتى الأطفال تجرعوا كؤوس الغصص وتألموا مما أصابهم من ألام وفرقة وهجر لبلدهم. ما قيل عنهم يقال أيضا عن حرائر سورية واستعدادهن للتضحية في سبيل تحرير بلادهن من نظام وصفنه بالطاغي والمستبد. نشاهد هذا التقرير ثم نعود. شوفوا إذا كان عنكم القلب، إذا عنكم سجوع تعوا ساعدونا، كانوا بالمال وكانوا بالسلاح وكانوا بالأدوية وكانوا بالأكل. لك يا وشكال كل الله، والرب رب واحد، والخلقة خلقة واحد، الخلقة خلق علوي، والخلق مسيحي، والخلق إسرائيلي، والخلق سنة. شكال كل الله، شكال كل الله، يا علوي الشقو، يا علوي الشقو، ساعدونا يا الدول العربية ساعدونا. شكال كل الله، شكرك لله، شكرك لله يا الله، ما عندنا غيرك يا الله، يا الله ساعدنا. أين أنتم منا يا عرب يا مسلمون؟ هل أنتم نائمون يا عرب يا مسلمون؟ هل تفيق بعد يا عرب يا مسلمون؟ هل تدري ما نفعل بشار وحرمني. أستاذ زهير سالم الناطق باسم الإخوان المسلمين في سوريا، بعد الترحيب بك، الصرخة وصلت السماء ولم تبلغ الكثير من الأذان، ما تعليقك على ما كنت تستمعه في هذا التقرير من معاناة عميقة أحسن التعبير عنها الأطفال ثم النساء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي الحبيب، نحن في موقف يعني كما تقول العرب قطعت جهيزة قول كل خطيب. ماذا يمكنني أن أقول بعد هذه الأصوات العفوية المباشرة التي تنطلق من حنجرة طفل صغير ومن حنجرة امرأة ثكلى حرمة، وما زلنا نرى في هذا المجتمع الدولي، في هذا العالم العربي، في هذا العالم الإسلامي، من يجادلنا في بشار الأسد وفي نظامه وفيما يمكن أن يقدم لنا وفي الطريقة التي يمكن أن يساعد بها الشعب السوري.
الموقف في سوريا أخي الحبيب إذا أردت أن ألخصه بكلمات معدودة، نعم، باختصار شديد الموقف هو بين أن يكون في سوريا حكم ديمقراطي أو لا يكون، بين أن يكون الشعب السوري أو لا يكون. المجتمع الدولي حتى الآن وكما نلمس نحن لا يريد حكما ديمقراطيا في سوريا، لأن خيار الشعب السوري، إذا حكم الشعب السوري بخياره سوف تضطرب الكثير من المعادلات الإقليمية. الخيار في سوريا بين دولة للعدل والكرامة وحقوق الإنسان وبين أن نكون ضد العدل والكرامة وحقوق الإنسان. كل الذين يفذلكون الموقف للدفاع عن حقوق، للدفاع عن بشار الأسد وعن مجاميعه وشبيحته، هم يقفون في حقيقة الأمر ضد أن يعيش الشعب السوري حرا، وضد أن يعيش الشعب السوري كريما، وضد أن يتمتع الشعب السوري بما تتمتع به كل شعوب الأرض من حقوق الإنسان. الذين يساومون الشعب السوري على حريته وعلى كرامته أحيانا يحاولون أن يقنعوه، يقولون بربع حرية وبنصف كرامة، وهذا الكلام لم يعد مقبولا. الذين يجادلون في بشار الأسد إنما يجادلون في الأمانة والنظافة اليد والشفافية. هذا النظام سرق كل ثروات سوريا وكل ثروات الشعب السوري، هذه المليارات المكدسة في بنوك الغرب لعائلة الأسد أجمع. أنا أحب أن أذكر إخواننا في المغارب العربية، حافظ الأسد كان موظفا ضابطا في الجيش وأبنه من بعده، ماذا يمكن أن يوفر موظف عام مهما كانت وظيفته ومهما كان. الآن نحن نتحدث عن مليارات في باسم عائلة الأسد وليست ملايين. لا، أنا أتحدث عن مئات المليارات. سرقت كل ثروة سوريا. النفط الذي اكتشف في سوريا على مدى 15 عاما لم يدخل الميزانية، كان يحول، كانت كل عوائده تحول مباشرة إلى خزائنه مباشرة، لم يستفد الشعب السوري من درهم واحد منها. نحن نتحدث عن ثروة بلد. سوريا ليس بلدا نفطيا بالأصل، لكنه بلد غني، ليس بلدا فقيرا. نعم، ومع ذلك الذين الآن يفذلكون ويحاولون أن يجادلوا في بشار الأسد هم الذين يريدون أن يدعموا مشروع الفساد ومشروع السرقة ومشروع الاستلاب ومشروع إذلال الناس. الذين يجادلون في بشار الأسد هم الذين يقفون على الحقيقة في وجه مشروع التحرر والتحرير. 40 سنة والجولان محتل، ليس فقط بشار الأسد وأبوه من قبله لم يحرروا الجولان، لم يطرحوا على الشعب السوري مشروعا وطنيا لتحرير الجولان. أنا أريد الناس، أريد أهلنا في المغارب العربية وهم بعيدون عن المنطقة نوعا ما، أن يخرجوا بنا من عالم العناوين إلى عالم المضامين. من كان يريد التحرير لابد أن يطرح مشروعا عمليا، مشروعا وطنيا. سأضرب مثلا يعني أمر قد لا يروق لبعض. طيب، هذا حزب الله في لبنان، طيب، تحمل مسؤولية تحرير جنوب لبنان، نعم، ونجح في ذلك بغض النظر عن خلافنا أو اتفاقنا معه. لماذا لم يؤسس مثله في سوريا؟ هل الشعب السوري الذي يحقق هذه المعجزات جبان؟ هل 100,000 شهيد هذه التي تذبح من أجل كرسي بشار الأسد لو طلب من الشعب السوري أن يمهر مثلها لتحرير فلسطين هل كان سيتأخر؟ لو وجد هناك مشروع حقيقي لمقاومة وممانعة ولصمود ولتصدي، لأنه إحنا عندنا الصمود والتصدي قبل المقاومة والممانعة، وعندنا موضوع التحرير، أين هي هذه العناوين التي داخت هذه الأمة وهي التي تدور في كنفها؟ طيب أستاذ زهير، هناك اجتهادات، ربما أقول تصريحات، نسميها تصريحات، الكثير من المراقبين وضعوها في مصاف التثبيطات للعزائم في سوريا. التصريح الأخير للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مؤتمر ديفوس بسويسرا، قال الذين يقولون إن نظام الأسد لا زوال هم واهمون،
هنالك ظروف، هنالك صعاب جمع عراقيل عقابيل أمام الثورة للقضاء على بشار الأسد. ما هي المعطيات التي اعتمد عليها الملك عبد الله الثاني للقيام بهذا التصريح؟ يعني أنا أستطيع أن أضع هذا التصريح في أكثر من سياق. الحقيقة إذا وضعته في سياقه الدولي الخارجي فربما لا يكون تثبيطا، يكون حثا، لأن المجتمع الدولي المتخلي عن الثورة السورية والذي يترك الثوار السوريين وحدهم في الساعة يستطيع إلى من ينبههم إلى أن هذه المعركة خطيرة وبعيدة المدى، وأنهم إذا ظلوا يتجاهلون معطياتها ربما تكون النتيجة أن يكون لها انعكاسات سلبية. صحيح هي لو قرأت على المستوى الداخل السوري ربما يكون لها البعد الآخر الذي تتفضل به. لذلك أنا أحب أن أقول بأننا جميعا، أنا أقرأ عملية الامتداد الزمني للثورة السورية قراءة معاكسة للكثير من المحللين الذين يذهبون مذهب تثبيط الثورة السورية. أنا أقول كلما امتد زمن هذه الثورة وطال هو دليل مصداقية على ثبات وصبر هؤلاء المجاهدين وعلى إخفاق بشار الأسد، يعني على تحقيق انتصارات أخرى، لأن هذا هناك عملية تآكل للنظام يوما بعد يوم، الثورة تتقدم والنظام يتأخر. اليوم أنت وكلنا سمعنا مثلا تصريح ميدفيديف وقد أشرتم إليه. سنعود إليه. هذا التصريح أنا الآن يدل على أنه طرقة بعد طرقة العالم يتنبه إلى أن هناك نظام لم يعد يصلح إلى البقاء. إذا هذا الزمن يجب أن يحتسب للثوار السوريين بأنهم ما زالوا موجودين على الساحة، وأن النظام الذي كان منذ أول يوم، وإذا راجعنا تصريحات بشار الأسد منذ شهر 3/2011 يعني سنتين، بقى يقول أسبوعين 3 أسابيع و15 يوم، وخرجت بثينة شعبان قبله قالت هذا الكلام، ثم تبين لهم أنه كلما امتد الزمن كلما خسروا أكثر. أحيانا بعض الذين يحاولون سياسات التيئيس التي تفضلت بها ولا سيما من المحللين والصحفيين الغربيين يلتقطون مثلا أمر تراجع الثوار في منطقة ما، تراجع تكتيكي، ويكون التراجع تكتيكيا ومحدودا ليجعلوا منه قصة وكأن الثورة قد اندحرت. وأحيانا أخرى بس اسمح لي يلتقطون خطأ حصل في منطقة ما ليجعلوا منه قصة تشويه سمعة هذه الثورة. نحن نقول هذه الثورة ضربت بجيرانها بالأرض، لم يعد بالإمكان بأي شكل من الأشكال لأحد أن يتجاوز مشروع هذه الثورة. هذه الثورة ستطيح بهم وستنتصر بإذن الله. ينضم إلينا الآن مشاهدنا الكرام الكاتب والإعلامي السوري ربيع شعار من بروكسل العاصمة البلجيكية. أستاذ ربيع شعار، بعد الترحيب بك، بلغني أنك عدت من سوريا منذ أيام معدودات، نريد منك نبذة ولو وجيزة عن الوضع الإنساني هناك في سوريا، وكيف هي معنويات المقاومين الثوار الجيش الحر وما إلى ذلك في سوريا؟ نعم أستاذ عثمان، حياك الله، تحياتي لك، تحياتي لقناة المغاربية الحرة، مبروك وسام أميز صحافي في قناة المغاربية الذي منحك إياه المستمعين والمشاهدين، ألف مبروك وبالبالك يا أستاذ عثمان. تحياتي لضيفك الكريم، تحياتي لشعبنا السوري الصابر الصامد وإلى كل من يؤازره في كل أنحاء العالم. نعم أستاذ الكريم، ذهبت إلى سوريا في سيارة أنا وصديق، وأخذنا لأبطالنا تحديدا الكثير من الأحذية العسكرية والبدلات وأيضا الخوذ والمناظير وكل ما استطعنا تأمينه، وأيضا كراسي للعجزة والجرحى. وصلنا إليهم الحمد لله أستاذ عثمان. هذه الثورة اشتعلت لكي تنتصر بإذن الله الواحد الأحد، وأنا شاهد عيان على ذلك. سأعطيك مثالا حيا من على الأرض. ذهبت إلى حارم المحررة. حارم أستاذ عثمان بلدة يسكنها أكثر من 80,000 إنسان، هي منطقة جبلية فيها قلعة من أقوى قلاع العالم تحصينا، من أقوى قلاع العالم تحصينا. هناك القائد المغولي المشهور الذي اقتحم بغداد لم يستطع أن يقتحم هذه القلعة، هو وجيوشه جرارة. 1000
بطل من أبطال الثوار في سوريا اقتحموا هذه القلعة وأذلوا الضباط المجرمين الذين كانوا يخصفون البلدة ويخصفون حتى تركيا، حتى تركيا كانوا يخصفونها، والذين قتلوا وسرقوا ونهبوا وأذلوهم وأسروهم. اقتحام القلعة، اقتحمت اقتحام القلعة التي تحتوي على أكثر من 100 سرداب، بعض هذه السراديب مخارجها في ريف حلب وبعضها مخارجها في قلعة تركيا. هذا مثال حي. المثال الثاني معركة السجن المركزي على تخوم مدينة إدلب التي حدثت في الأيام الأخيرة بقيادة أبطال لواء التوحيد ولواء يوسف العظمة وثقول الشام وكل هؤلاء الأحرار وأحباب الله. هؤلاء الأبطال اقتحموا السجن المركزي الأكثر تحصينا والذي تحرسه أكثر من 100 دبابة، وأيضا رتل من الدبابات أرسلته عصابة الأسد من ريف اللاذقية، أيضا هرب هذا الرتل ودخل إلى مدينة إدلب وحرر السجناء، سجناء الرأي المسجونين في سجن إدلب المركزي. هذا عن حال الثورة. الثوار يتقدمون يوميا. محافظة إدلب كلها محررة، هناك 3 بؤر فقط تتواجد فيها عصابات الأسد. هناك معمل القرميد على تخوم مدينة إدلب 5 كيلومتر عن إدلب، فيه ألوية مدفعية ودبابات، وهناك معسكر طلائع الذي يبعد جنوب إدلب أيضا 4 كيلومتر، وهناك مدينة إدلب فقط. أما باقي كل المحافظة فهي محررة، وهناك بعض بقايا الحواجز في وادي الضيف شرقي معارية النعمان. إذن المحافظة كلها محررة، الأبطال يتزايدون، هم يتناوبون على البارودة. أقسم بالله يا أستاذ عثمان، أنا بما أنني عضو قيادة مجلس لواء شهداء إدلب، من الغنائم الشبيحة والقتلة في حارم كانت لي بارودة. بارودتي هذه الآن مع الثوار يتناوب عليها 4 مقاتلين، هم لا يجدون الذخيرة، ولكنهم يوميا يتقدمون ويوميا يتزايدون ويوميا. طيب أستاذ ربيع، ماذا عن الوضع الإنساني هناك في سوريا، خاصة في المناطق الحدودية مع تركيا؟ ماذا عن معاناة اللاجئين هناك، خاصة ونحن الآن في فصل البرد، في فصل الشتاء، فصل الأمطار، فصل الجليد، فصل التساقط؟ كيف هي معاناة اللاجئين السوريين هناك في الحدود التركية السورية؟ نعم أستاذ، أنا كنت سآتي لأذكر هذه النقطة، كنت أحكي عن الوضع الميداني ووضع المقاتلين. نعم. الأبطال شاوت حماهم الله ونصرهم وأيدهم. الآن سأحكي عن وضع المدنيين. سأبدأ من مدينة إدلب تحديدا، مدينة إدلب اليوم يا أستاذ عثمان محاصرة، أشد حصار يمر على مدينة في التاريخ، في كل تاريخ الإنسانية. مدينة إدلب مقطوعة فيها المياه، مياه الشرب والشفا، منذ 14 يوما. الشبيحة يمنعون حتى صهاريج المياه الآتية من الريف من الدخول. الناس عطشة، الناس تستيقظ صباحا لديها أطفال تبكي من العطش يا أستاذ عثمان. الناس تشرب من مياه الأمطار، لا غاز البوتان الذي يستعمل للطبخ، لا ديزل، لا بنزين، لا خبز. الشبيحة يسرقون كل شيء ويذلون البشر ويمنعونهم حتى من النزوح والهجرة إلى خارج المدينة. أما على حدود تركيا هناك مخيم أطمة، مخيم أطمة الذي يتواجد فيه أكثر من 10,000 إنسان سوري، كانوا إلى فترة قريبة ينامون تحت أشجار الزيتون. اليوم لديهم خيام، هذه الخيام أغرقتها الأمطار أكثر من مرة، ولكننا الحمد لله بجهود السوريين فقط. نعم. السوريين فقط وبعض أبناء العرب الشرفاء الأحرار بنينا لهم خياما جديدة، وأصبح لديهم كل شيء، وأما الحمد لله بالحد الأدنى. البرد شديد يا أستاذ عثمان، الناس هناك تحتاج أي شيء. أنت لو ذهبت إلى هناك ستعود بقميص فقط إلى 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 لندن، ستترك لهم بدلك، ستترك لهم جاكيتك، ستترك لهم أي شيء يتقوتون عليه. الناس هناك تحتاج كل شيء، لكنهم صامدين صابرين بإذن الله. هناك مؤسسات خيرية سورية تحديدا، رجال أعمال سوريين، أهل الخير السوريين، هم الذين يقدمون كل شيء. هناك غرفة عمليات جراحية في مدرسة أطمة، وأكثر من مرة غارت طائرات عصابة الأسد لتقتل هؤلاء المدنيين وتقتل هؤلاء الممرضين والأطباء. تصور، يلاحقونهم حتى وهم في تغريبتهم، يلاحقونهم حتى وهم هاربين من الموت، لاجئين. هل هناك من عصابة من قتل على مر التاريخ قتلت لاجئين يا أستاذ عثمان؟ عصابة الأسد تقتل اللاجئين ويدعمها في ذلك.
الروس والإيرانيين والكوريين والكوبيين وكل. طيب أستاذ ربيع، طالما أنت أتيت إلى الحديث عن الروس، هذا ديمتري ميدفيديف رئيس وزراء روسيا قال اليوم فقط، قال إن بشار الأسد يحفر قبره بيده لأنه تباطأ في هذه الإصلاحات، لم يباشر هذه الإصلاحات التي تمس الشعب السوري. أنا أريد منك أن توضح لي عن أي إصلاحات يريد ديمتري الحديث عنها، ما هي هذه الإصلاحات التي يتكلم عنها؟ نعم أستاذ عثمان، ميدفيديف والروس يعرفون بأن قبر بشار الأسد وعصابته حفر منذ زمن، لن يبقى لنا إلا أن نهيل التراب عليه، لن يبقى لنا إلا أن ندفنه ونتخلص ونخلص الإنسانية منه. مثل المنافق الكذاب هو ورئيسه المجرم القاتل الطائفي الخائن بوتين ووزير خارجيته يكذبون على العالم، يكذبون على الناس. أستاذ عثمان، سأذكرك بشيء بسيط. الروس منذ بداية الأزمة وهم يحمون عصابة الأسد ويعلمون حق العلم بأن الثورة كانت ضده ثورة سلمية، ويعلمون بأن مؤتمرات الحوار التي أسستها عصابة الأسد ودعمتها كانت عبارة عن مسخرة، عن مسرحيات هزلية. كانوا يأتون بغوار الطوشي وثلاث فراخرجي وبعض الراخصات ويأتون بهم إلى مراكز الحوار لكي يقدموا دليلا للعالم، يضحكوا على أنفسهم بأنهم يحاولون أن يحاوروا الشعب السوري. ميدفيديف وروسيا، السفير الروسي في بيروت منذ سنة ونصف قالها علنا، قال ما يهم روسيا هو حماية المسيحيين الأرثوذكس في سوريا، لا يهمنا غير ذلك، مع أن المسيحيين الأرثوذكس هم محميين في سوريا. يا أستاذ عثمان، هم عاشوا معنا 1500 سنة، لم يصبهم سوء، كان مثلنا مثلهم، هم وكل الأقليات والطوائف في سوريا. في سوريا لا يوجد أقليات، لا يوجد طوائف، كلنا طائفتنا واحدة سوريا فقط، ولكن هؤلاء المجرمين يلعبون على الوتر الطائفي. إذن روسيا متأكدة بأن عصابة الأسد قد حفرت قبرها ووقعت فيه وهي تنتظر منا أن نردم عليها التراب. شكرا لك يا أستاذ ربيع شعار الكاتب والإعلامي السوري، كنت معنا من بروكسل، جزيل الشكر على تحليلك. أستاذ زهير، بماذا تفسر هذه الهبة الكبيرة للمجتمع الدولي وعلى رأسها فرنسا من أجل التدخل في مالي، لأن جماعات تعد على رؤوس الأصابع، جماعات مسلحة قيل إنها تحتل شمال مالي، ولكن في الجهة الأخرى هناك تباطؤ، خليني نسميه التواطؤ أو تباطؤ تلكؤ في اتخاذ موقف حازم تجاه ما يحدث في سوريا، أليست هذه سياسة الكيل بمكيالين؟ يعني أنا إذا سمحت لي ضيفك الكريم من بروكسل، يعني إشارات بسيطة، لا بس. يعني هو ذكر حول إدلب، قال مخيم الطلائع، لأنه ربما كان هناك في إدلب. إيه، وأنا أريد أن أقول لأهلنا في المغاربة العربية ماذا يعني مخيم الطلائع. طيب، كلمة طلائع في سوريا ماذا تعني؟ مخيم الطلائع يعني أن الطفل السوري منذ أن يكون في المرحلة الابتدائية يخضع لمؤسسة لغسل الدماغ اسمها المؤسسة الطلائعية البعثية، تمجيد الفرد، عبادة الفرد، حتى اللباس، وعمره سبع سنوات معين. وعمره سبع سنوات بيأخذوهم ويلقنونهم حافظ وبشار وبس. لا حول ولا قوة إلا بالله. إحدى المدارس الخاصة زارها موفد وزارة التربية، وجدوها تعلم هؤلاء الأطفال الوضوء، يعني النظافة. الوضوء، ما هو الوضوء؟ هو شكل من أشكال النظافة. أممت المدرسة، لأن هذا مما لا ينبغي أن يتعلمه الطفل في سوريا، الذي يجب أن يتعلمه الطفل في سوريا فقط بشار وحافظ وبس. هذه الكلمة التي أرسلها الآن من أخونا ربيع بروكس. نعم، كلمة ثانية. نعم، قال الشبيحة يسرقون كل شيء. لا حول ولا قوة. انتبهنا إلى الكلمة، يسرقون الخبز، يمنعون الماء. والأمم المتحدة بمؤسساتها تضع المساعدات بيد بشار الأسد، قال ليوزعها على هؤلاء الناس المحتاجين. هذا من عجيب المفارقات في الذي نتحدث عنه. يعني متى كان الذئب راعية؟ أيوة، في سوريا أخي الحبيب. الآن أنا أطرح على أهلنا في المغارب العربية حقائق. سمعنا نحن وكلنا سمع أوباما يقول الكيماوي، السلاح الكيماوي خط أحمر.
من أول يوم، وكما قال الأخ، قال يقتلون اللاجئين، ليس فقط يقتلون اللاجئين، كانوا يقتلون الجرحى في المستشفيات، حتى لو كان الجريح طفلا، حتى لو كان بعمر حمزة الخطيب، حمزة الخطيب 13 سنة، قتلوه، كسروا عنقه، كسروا ذراعه، قطعوا بعض أعضاء جسمه، 13 سنة طفل. كانوا يقتلون الجرحى في المستشفيات، في 180 من مستشفيات سوريا مدمرة. لماذا لم يخرج علينا أوباما ومنظمة الصحة العالمية وكل هؤلاء الذين على وجه الأرض ليقولوا للعالم المستشفيات في سوريا خط أحمر، كل من دخل المستشفى فهو آمن، الكوادر الطبية في سوريا خط أحمر، الممرضون في سوريا خط أحمر، سيارات الإسعاف في سوريا خط أحمر، لماذا لم يتقدم؟ أنت تسألني عن الازدواجية في الموقف الدولي، أنا قلت منذ البداية المجتمع الدولي لا يريد للشعب السوري أن يتمتع بالديمقراطية، لا يريد أن يمتلك خياره، ولذلك تأتي هذه الازدواجية، يذهبون إلى مالي، يذهبون إلى أي مكان في العالم يدافعون عن مصالحهم. سنوسع الحديث في هذا، ولكنهم لأنه لدينا الآن فاصل ثم نعود. ولكنهم لا يريدون أن ينصروا الحرية والديمقراطية عند الشعب السوري. طيب، إذن سنوسع النقاش في هذا الأمر خاصة حول مالي، كيف يتكلبون على نصرة المالي، نصرة الذين يحكمون الآن مالي، وهم طبعا أتوا بانقلاب يريدون تصفية هؤلاء المسلحين هناك، ويغضون الطرف ويتواطؤون ويتباطؤون من أجل نصرة الشعب السوري، هذا ما سنعود إليه، ولكن بعد فاصل قصير مشاهدينا الكرام، فابقوا معنا. أرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نحن الليلة نفتح ملف الثورة السورية، أين وصلت هذه الثورة السورية وماذا عن معاناة الشعب السوري هناك، ثم نتطرق أيضا للموقف الدولي. هذا نص سؤالي أستاذ زهير سالم، كنت قد سألتك عن هذه الهبة الأوروبية، المجتمع الدولي بصفة عامة على رأسها فرنسا، للتدخل في مالي نظرا لجماعات مسلحة قيل إنها تحتل الشمال، ثم ترى أن هذا الموقف الدولي كله يتلكأ ويتباطأ ويتواطأ أيضا لنصرة الشعب السوري واتخاذ موقف حازم مما يجري هناك، وإن الثورة الآن مضى عليها أكثر من عام، ربما أكثر من عام ونصف. يعني المجتمع الدولي من موقع القوي المتغطرس يستطيع أن يصف أو أن يسمي أعداءه بما يشاء، وأن يصفهم بالطريقة التي يريد، وبالتالي أن يعلن عليهم الحرب عندما يأخذ قرار وتتهدد مصالحه. كما قلت، الديمقراطية في سوريا تهددهم ولا تسعفهم، لذلك نحن نعتقد، وأنت تسألني عن الموقف الفرنسي بالذات، وأنت تذكر وكلنا نذكر عندما كان الناس يحللون الموقف الغربي ولماذا الناس يتأخرون عن مساندة ومساعدة الشعب السوري، كانوا يقولوا الآن أوروبا تعيش في مشكلات اقتصادية، وأوروبا مش قادرة الآن تتحمل مسؤوليات إضافية، لكن فجأة وجدنا أوروبا قادرة والفرنسي عندهم ميزانية ضخمة تساعدهم ليتحركوا وليدفعوا وبدون أي حسابات حتى استراتيجية وتعبوية، ويمكن هذه الحرب في مالي كما الآن هو مطروح أنها ستكون طويلة الأمد، وحرب ممكن إصابات جدا، وحرب استنزاف، ورغم ذلك لم يفكر فيها أحد، بينما في سوريا ما زال برنامج القتل مفتوح، نحن الآن أمام 100,000 شهيد، والمجتمع الدولي لا يزال يدير ظهره للقاتل. إدارة الظهر للقاتل ماذا تعني؟ تعني أنهم يقولون أنه اقتل واقتل المزيد، المزيد من القتل والمزيد من الفرصة. سؤالك عن رئيس الوزراء الروسي ميدفيديف، هذا سؤال مهم، الرجل الذي يقول بأنه بشار الأسد تأخر بالإصلاح وأخطأ طيب، وهذا الخطأ البسيط الصغير الذي أخطأه بشار الأسد ودارت عليه، أي يعني أعطته مبرراته روسيا لمدة سنتين، كلف السوريين 100,000 شهيد، 100,000 ضحية، فيهم أطفال، فيهم نساء، هدم ثلث العمران في سوريا، هذا الخطأ البسيط. كما يقول عباس محمود العقاد له كلمة، يقول
الخطأ في تاريخ الأمم ليس كخطأ طالب الابتدائية في الجواب على مسألة حساب تخفض علامته درجتين أو ترفعها درجتين، هذا خطأ كارثي أممي لا يمكن لبشار الأسد ولا لزمرته الذين يخطئون مثل هذا الخطأ الذي يقر به اليوم رئيس الوزراء الروسي وأن يخرجوا منه دون أن يدفعوا ثمنه وأن يجدوا من يدافع عن الجريمة من الروس، الروس الذين ما زلنا نسمع منهم مواقف متناقضة وتصريحات متناقضة ونرى سياسات وقرارات متناقضة. الروس هؤلاء يجب عليهم هم الآخرون أن يدفعوا ثمن هذه الجريمة التي كانوا شركاء بها. اليوم الشعب السوري ينظر إلى الروس وينظر إلى الإيرانيين وينظر إلى كل الأنظمة العربية التي دارت على بشار الأسد وعلى جرائم بشار الأسد أنها شريكة في كل قطرة دم خرجت هذه الثورة سلمية. خرج شباب جميل ينادي في البداية، حتى لم ينادوا بإسقاط النظام، نادوا بالإصلاح، طالبوا بالإصلاح، لكنهم لم يجدوا أمامهم إلا آلة القتل. سأقول لإخواننا في المغارب العربية كلمة صغيرة، اسمح لي. في كل دول العالم عندما تبدأ مظاهرات ومتحدية للأنظمة، هذه الأنظمة مهما كان شكلها ولونها، أول مرة تحاول فض المظاهرات بخراطيم المياه، تتطور الأمر أكثر، بيستعملوا أحيانا الرصاص المطاطي، بيستعملوا القنابل المسيلة للدموع، حتى الإسرائيليون يفعلون هذا. صح. هذا لم يستخدم في سوريا ولا مرة واحدة، لم يستخدموا في سوريا ولا مرة واحدة خراطيم المياه، وأحيانا إذا كان النظام شوي عفن بيستخدم خراطيم المياه العادمة، يعني مياه المجاري وبخ فيها الناس، لكن معلش بتبقى مياه، بروح واحد بغسل ثيابه، لكن لم يستخدموا ولا مرة واحدة لا خراطيم مياه عادية ولا خراطيم مياه ساخنة ولا خراطيم مياه عادمة ولا رصاص مطاطي ولا غاز مسيل للدموع. ولم، وأنا أقول هذا لإخواننا في المغارب العربي، أن عندما تحشر الأنظمة تعطى الأوامر للجنود أطلقوا على الأقدام. في سوريا كانت الأوامر أطلقوا على الرؤوس والصدور، كان كل المصابين وكل الذين يسقطون قتلى إنما تأتي. هذا هو النظام الذي يحدثهم بعضنا عن مقاومة وعن ممانعة في سوريا، لكي يعرف الناس كيف تطور الحدث في سوريا، لماذا هب، لماذا هذا الصوت الذي سمعوه في مقدمة البرنامج، صوت المرأة العجوز تشتكي إلى الله والطفل الصغير يشتكي إلى الله، هذا كله نتيجة هذه السياسات المغرقة في القسوة وفي الوحشية وفي الهمجية التي اتبعها هذا النظام. طيب، الآن مشاهدينا الكرام ينضم إلينا مراد تشيكو النقابي والناشط الحقوقي من الجزائر. مراد تشيكو، بعد الترحيب بك، تكرم علينا الأستاذ ربيع الشعار بنبذة وجيزة عن ظروف القاهرة التي يعيشها الشعب السوري هناك، خاصة في منطقة إدلب، ثم عرج علينا بمعلومات حول الجيش الحر والمقاومين هناك. هل لا تكرمت علينا أيضا بنبذة وجيزة عن أحوال اللاجئين السوريين، لا أريد أن أسميهم باللاجئين، الإخوة، أحوال إخواننا السوريين هناك في الجزائر؟ أولا السلام عليكم، السلام على كل المشاهدين قناة المغربية الحرة وعلى ضيفك أستاذنا كريم. فيما يخص قضية إخواننا السوريين بالتحديد في الجزائر، نعم، أنا أتطرق إلى شقين، يعني الشق السياسي والشق الإنساني. نعم، بالنسبة للشق السياسي، نحن كنا قد فصلنا فيه سابقا وقلنا نحن نرفض سياسة السياسة التي تنتهجها الجزائر اتجاه النظام الأسد المجرم، وقلنا نحن نرفض رفضا قاطعا كل التعاملات مع نظام مجرم قد أدانه المجتمع الدولي برمته. هذا الشق السياسي، لا، السياسة التي ينتهجها النظام لا يمثل المجتمع المدني الجزائري. هذا من جانب. من جانب آخر، بالنسبة للشق الإنساني، في العالم العربي أو في العالم الغربي، عندما يكون هناك حروب في أي دولة ويأتوا مواطنون أبرياء لا ناقة لهم ولا جمل فيما يدور
ليس معهم سلاح ولا لهم مع طرف أو مع طرف آخر، هم نساء وأطفال وشيوخ وأغلبهم مرضى ويعانون من عدة أمراض، طلبوا اللجوء لدى إخوانهم في الجزائر. ما حدث، ما حدث في الجزائر أمر غريب، أمر تعجبنا له واطلعنا عليهم نفسيا على أحوالهم الشخصية، فوجدنا فيهم يعني أمور يندى لها الجبين، من تعتيم وتهميش ومن كلام جارح وغير لائق من طرف بعض الممثلين للسياسة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الهلال الأحمر الجزائري بوشاقور وبعض المسؤولين في الأماكن التي الآن هم موجودين فيها وهي تابعة لشركة ناتكوم. ورغم قلة عددهم هذا هو المشكل، كون الجزائر لها من الخيرات ولها من الثروات ما تستطيع أن تتكفل بألاف إخواننا السوريين، لكن الذي يحدث الآن وهو أمر غريب جدا، وأنا يعني أتحدث معكم من الجزائر وأنا دائما بين المجتمع، بين أفراد المجتمع نتحدث في هذه المواضيع التي أخذت وتأخذ وقتا كبيرا من محادثة من كلامنا، على أنه هناك خلل ما، على أنه هناك أمر ما، أمر يعني مرفوض من طرف المجتمع المدني الجزائري اتجاه إخواننا السوريين. نعم. ونادينا ولازلنا ننادي ونقول للحكومة أن تتدارك الأمر، أن تتدارك الأمر قبل فوات الأمان والأوان، وأن تلتفت إلى إخواننا السوريين التي آوونا وتربطنا بينهم علاقات تاريخية قوية جدا ومتينة جدا، وأن تحتفظ أو أن تحفظ ماء وجهها، أن تلتفت إلى هؤلاء يعني الإخوة الكرام بيننا وأن تقدم لهم ما يحتاجون من مساعدات من دواء ومن معونات إلى غير ذلك. لكن لحد الآن لا شيء، لحد الآن لم يحدث أي تطور في هذا المجال. وأنا منذ يومين فقط كنت مع مجموعة من السوريين إخواننا في الجزائر، وكانوا قد اشتكوا يعني من مرارة التعامل ومن قساوة الجو أو الطقس في الجزائر، البرودة هذه الذي مرت علينا، ولكن طلبوا من كل السلطات واتجهوا في كل الاتجاهات، لكن لحد الآن لا دواء ولا إيواء ولا اهتمام. هذا هو الوضع الحقيقي في الجزائر. طيب مراد تشيكو النقابي والناشط الحقوقي الجزائري، كنت معنا من الجزائر العاصمة، أشكرك جزيل الشكر. إذن مثل ما لاحظت أستاذ زهير، فقط تعليق وجيز عما أتى به أستاذ مراد تشيكو، الجزائريون هناك عن بكرة أبيهم يريدون دعم إخوانهم هناك ومساعدتهم بالذي يريدون، بداية من الإبرة إلى كل شيء الذي يريدونه، لكن المشكلة هو أن السلطة هناك تقول لهم إن هناك جهة واحدة هي المخولة بذلك وهي الهلال الأحمر، فالمساعدة كلها مربوطة بالهلال الأحمر الجزائري، وبقت أيدي هؤلاء الخيرين مكبلة. يعني تعليق بسيط حتى نذهب إلى شيء آخر. هذا الكلام الخطير والذي تتبعه أيضا الأمم المتحدة، تضع المساعدات بيد الهلال الأحمر السوري، وهو الهلال الأحمر مسيس في الجزائر كما هو مسيس في سوريا. سأرسل رسالة بسيطة وأخوية مع الحب، الذي يربطنا بالأخوة الجزائريين الشيخ عبد القادر الجزائري رحمه الله، الأمير عبد القادر الجزائري. وشيء آخر أنا أحب أن أقوله الآن للحكومة الجزائرية وليس للشعب الجزائري، هذا للحكومة الجزائرية. أنا أذكر عندما استقلت الجزائر كان عندنا معركة تعريب الجزائر، تعريب التعليم في الجزائر بعد الاستقلال، بعد الاستقلال كانت رواتب الحكومة الجزائرية التي تدفع للمعلم المعار غير يعني ليست في مستوى يشجع أحد على الذهاب للجزائر. الشعب السوري من ميزانيته الخاصة كان كل المعلمين الذين يذهبون ليكونوا جنود تعريب في الجزائر، وأنا الآن أذكر جيل كامل تعلم على أيدي هؤلاء، كانت الحكومة السورية تترك راتب المعلم في سوريا مدفوع من خزينة الدولة السورية
لتكمل ما يمكن أن يتقاضاه من الحكومة الجزائرية التي كانت مستوى الدخل عندها لا يشجع أحد على الذهاب إلى هناك. هذه المشاركة أنا لا أذكر بها الشعب الجزائري، فهي جزء من الحق. هذا الشعب السوري الذي استقبل العراقيين والمالك اليوم يتنكر له، واستقبل اللبنانيين والآن الميقاتي وأضرابه يتنكرون له. هذا الشعب السوري يستحق قليل من الوفاء كما يقول الأخ مشكور. نحن نعلم أن قلوب الشعب الجزائري معنا، لكن الذي نريد هذه الحكومات التي يعني نسيت التاريخ ونسيت الدم وأصرت على أن تسير في طريق الضلالة هذه الذي تسير فيه. طيب الآن سنذهب إلى جانب آخر، يعني حتى لا نبخس الناس أشياءهم. هناك من يقول أن جرائم نظام بشار الأسد بلغت مبلغا كبيرا ولا بد أن يحاسب. هناك جهات محسوبة على منظمات دولية حقوقية تقول أنه حان الوقت لعرض هذا الملف، ملف الجرائم، إلى محكمة، على محكمة العدل الدولية. هل لديك تعليق حول هذه المسألة؟ يعني القول إذا لم ينبني عليه تحقيق قبل المحاسبة على الجريمة المطلوب وقف الجريمة. ألم تكفي هذه الأدلة يعني وهذه الشواهد؟ هذه الشواهد وهذه الأدلة، مجازر وراء مجازر، في كل يوم جريمة وجريمة جديدة. نحن كما اليوم كان شيخ رائد صلاح وضع على صفحته على الفيسبوك، عندنا في كل يوم مجزرة مثل مجزرة قانا، عندنا كل شهر مجزرة مثل مجزرة صبرا وشتيلة، عندنا كل ست ساعات مجزرة مثل مجزرة دير ياسين. هكذا الذي وضعه الشيخ رائد صلاح شيخ فلسطين وشيخ الأقصى على صفحته. نعم. هذه الحالة، هذه المنظمات التي تحدثني عنها، المطلوب أن تتكاتف لمنع الجريمة. المجتمع الدولي إذا كان مجلس الأمن قد أغلق بقرار روسي، الأصل أن يكون هناك دول تستشعر المسؤولية الإنسانية. وكما تفضلت، كما استنفرت من أجل مالي، أن تستنفر من أجل وقف المجزرة على الشعب السوري وحماية المدنيين في سوريا. الشعب السوري لم يطالب بتدخل عسكري، الشعب السوري من أول يوم طالب بحماية المدنيين، بوقف المجزرة ضد المدنيين، ضد الأطفال، ضد النساء، ضد عمليات التهجير. الآن القصف على أبواب الأفران، الناس تزدحم على أبواب الأفران من أجل رغيف الخبز، فيخرجون مشوهين ومعاقين وقتلى، واللقمة في فم الطفل تتلوث بدمه. هذا هو المشهد في سوريا. طيب أستاذ زهير، ربما أحد المشاهدين الآن يشاهدنا ويلومنا ومعه حق، يقول أنتم تتحدثون عن المجتمع الدولي، عن روسيا، عن المنظمات الدولية الحقوقية، ماذا عن الموقف العربي؟ ماذا عن الجامعة العربية؟ ماذا عن الإبراهيمي؟ ما هو دوره الآن؟ هل نقول أنه مهمته الآن صارت في خبري كان؟ يعني الآن صرنا ما نسمع شيء عن هذه المواقف العربية، الجامعة العربية، الأمين العام للجامعة العربية، كانت في يوم ما قطر تدعو إلى تسليح الجيش الحر. يعني إدراكنا للمعادلة السياسية الدولية وانعكاساتها على المعادلة الدولية الإقليمية يجعلنا، لا أقول نلتمس العذر، يجعلنا نفهم هذا الذي يجري. يعني الدول العربية والدول الإقليمية جميعا بما فيها تركيا والسعودية وقطر، كلها يجب أن تكون في ظل الوضع الدولي الراهن أن تكون متناغمة مع الموقف الدولي، وهي لا تستطيع أن تتصرف خلاف هذا الموقف الدولي. المجتمع الدولي ليس فقط روسيا، هناك عالم يسمي نفسه عالم حر، يسمي نفسه حامل مشروع ديمقراطية وحقوق إنسان للشعوب. هذا المجتمع الدولي هو الآخر الآن تكشف للشعب السوري أنه متواطئ مع نظام القتل. الآن بعد كل هذه الفترة يقول لك الائتلاف الوطني أنا ما حصلت إلا 400,000 دولار كمساعدات. أين يضع 400,000 دولار؟ لو كانوا 400 مليار دولار لكان الجرح في سوريا أكبر من ذلك. إذا نحن أمام حالة، غدا هناك مؤتمر في باريس، لا ندري ماذا سيصنعون في مؤتمر باريس. هل سنعيد تبادل الإنشاء والعواطف والشعور المتبادل والبكاء على الأطفال والبكاء على المجازر، أم أن يعني من إسطنبول إلى الدوحة إلى باريس نريد والشعب مستمر في معاناته؟ نريد مواقف سياسية حقيقية. السيد الأخضر الإبراهيمي، الشعب السوري كله الآن يتطلع إليه وهو في مقام الأبوة أو في مقام الجد لهؤلاء الأطفال،
أن ينفض منديله من هذه المهمة التي أوكل بها، أن يقول للدول الخمس دائمة العضوية في المجلس الأمن هذا ملف قذر أنا لا أريد العمل فيه. طيب إذا عدنا إلى شيء آخر كذلك يثار، ربما هناك من يقول إن هذا يمنع المجتمع الدولي للتدخل، يعني هم يعني يقفون على الثورة موقفا لا أقول جيد ولكن هو موقف يعني مضطرب، موقف متحيز جوا ما، موقف محترس من مرحلة بعد الأسد. ما بعد الأسد؟ هم يقولون بأن هؤلاء على مرمى حجر من دخول دمشق الآن. كنا نتحدث في التقرير عن مخيم اليرموك والاشتباكات هنا، ولكنهم متخوفون من ما يسمى من يسمون بالمسلحين الإسلاميين الذين أتوا من عدة دول، وهؤلاء عليهم نظرة، أنت تعرف هذه النظرة، فيقولون إن مستقبل سوريا في هذه الحالة غامض، ولا بد لنا أن لا نقبل على فتح جميع الأبواب على سوريا، ولكن لابد أن ننظر من بعيد. قيل هذا الكلام ما بعد بن علي وما بعد مبارك وما بعد القذافي، وها نحن نشهد أن ما بعد هؤلاء كان هناك حالة ديمقراطية. حالة ديمقراطية، أنا لا أزعم أن الموجود في تونس ولا في مصر ولا في ليبيا هو حالة مثالية، ولكنه بداية حراك ديمقراطي لتصل هذه الشعوب إلى المرحلة التي تحكم. ربما الوضع يختلف، ربما الوضع يختلف لا بين سوريا وتونس. بالعكس، سوريا أكثر تجربة وأكثر تأهيلاً، والتجربة الديمقراطية في سوريا أعمق، والشعب السوري له تاريخ نضالي مشهود في الشراكة الوطنية، لا أحد يستطيع أن يشكك به. نحن أمام بداية ديمقراطية، بدل من الإغلاق على الشعوب تحت كاهل هؤلاء المستبدين الفاسدين إلى الأبد، لابد أن يخرج هؤلاء الشعوب إلى الهواء الطلق، إلى الربيع، ليبدأوا بصناعة حاضرهم. قد لا تكون التجربة الأولى للحراك الديمقراطي كما يشتهي الكثيرون، لكن هذه الشعوب مرة بعد مرة الآن التجارب الديمقراطية هنا في بريطانيا ولا في فرنسا عمرها من عمر الثورة الفرنسية، بعض الناس يقولون عمرها من عصر النهضة من 400 سنة. لماذا يطلب من الشعوب العربية ومن الدول العربية أن تقفز قفزة واحدة من حالة تحت الصفر لتكون دائما في الحالة المثالية التي يتطلع إليها الغربيون؟ لماذا الغربيون يريدون من سوريا أن تكون دولة على مقاسهم وليس على مقاس الشعب السوري؟ هذا الذي يتساءل عنه السوريون. وهل بديل الديمقراطية في سوريا، بديل الخيار الديمقراطي الناقص، هذا النظام القاتل السارق الذي يذبح الأطفال وينتهك الأعراض ويدمر العمران، هل هذا هو البديل الذي يريد الغرب أن يقدمه أو أن يحافظ عليه أو أن يدافع عنه في سوريا؟ والذي الكثير من كتاب التحاليل السياسية والتقارير السياسية والمقالات السياسية يكتبون كلاما مؤداه مفهوم المخالفة ربما فيه ربما هذا يعود إلى الآلة الأسدية الإعلامية، هي التي وضعت مثل هذا الموقف وجعلت الموقف الدولي في حرج، مما تروج له هذه الأسد الآلة الأسدية الإعلامية. لكن فقط الآن طالما أن الوقت يحاصرني، أريد منك كلمة ولو وجيزة للشعوب المغاربية، للأنظمة التي ما تزال متخاذلة لم تتخذ موقفا جادا وحازما وحاسما من نظام الأسد. يعني أنا أتوقف عند الآلة الإعلامية الأسدية، أقول طيب. لم يعرف العالم آلة أسدية إعلامية، هناك آلة صهيونية إعلامية هي التي تسيطر على إعلام العالم، وهي التي تخبئ الأسد وراء عباءتها تحت عنوان المقاومة والممانعة، بمعنى مقاومتها وممانعتها، لأن هذه الآلة الإعلامية. لاحظ أخي عثمان، أنا أعطيك مثل سريع. طيب. نذهب إلى الأتراك في تركيا، هناك جمهور يساري في الشعب التركي يقول نحن ضد أي تدخل أمريكي، ويعتبر ما يجري في سوريا نوع من التدخل الأمريكي. في الجزائر هناك شريحة من الشعب الجزائري يسمعنا مثل هذا الكلام، يقول هذا نوع من الهجمة الأمريكية. هنا في بريطانيا، هنا في بريطانيا صحفيون ويساريون مثقفون بريطانيون يقولون لا، هذا جزء من المؤامرة الأمريكية ونحن ضد الأمريكان.
إذن هذا التناقض، وإيران تسير في طريق وروسيا تسير في هذا الطريق، يبين لنا على أن الصهيونية العالمية هي وراء الحفاظ على نظام بشار الأسد الذي حفظ لها أمنها على مدى 40 طيب سنة. بإيجاز أنا أقول لأبناء المغارب العربية، لأبناء الشعوب العربية، نحن نريد موقفا منكم داعما لإخوانكم في سوريا، نريد أن تتغير سياسات الحكومات التي ما تزال تسرح في ميدان بشار الأسد عن طريق ضغوطكم العملية. أشكر الأخ مراد الذي تحدث معنا من الجزائر، أريد أن يكون كل أخ جزائري مثل الأخ مراد في دفاعه عن أهله وعن شعبه وعن قضيته وعن عقيدته وعن قوميته في سوريا. شكرا لك جزيلا الشكر لك أستاذ زهير سالم الناطق باسم الإخوان المسلمين في سوريا. شكرا لك. الشكر موصول أيضا للأستاذ ربيع شعار الكاتب والإعلامي السوري، كان معنا من بروكسل. كنا ودنا أيضا أن نتحدث مع الدكتور محمد الشيخلي وهو مختص في جانب العدالة الدولية، كان هو رئيس المركز الوطني للعدالة، لكن ربما هو مرتبط بقناة أخرى، تعذر علينا الاتصال به. مشاهدينا الكرام، أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، على أمل أن نلتقي إن شاء الله في لقاء آخر لنطرق باب ملف آخر في الوطن العربي، ولم لا، دمتم بخير وإلى اللقاء. Thank you.